بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فرحان عطية من قناة فري إدوكيشن. عفوا، إن شاء الله هنتكلم النهاردة على دي نصائح للأبوين لتدريبات في صعوبات التعلم القرائية لأطفال الاحتياجات الخاصة. اشتمل على النقاط التالية: برنامج لتنمية مهارات القراءة لدى طلبة صعوبات التعلم استنادا إلى نظرية الذكاءات المتعددة، أسلوب سهل متدرج لتعليم القراءة، أمثلة للمواد التدريسية، خطة لمعالجة الطلبة المتأخرين في اللغة العربية، تدريبات إضافية لخفض تخفيض الصعوبات القرائية، أمثلة على الدروس لتعليم الحروف، نموذج تقييم وتعليم مختصر لصعوبات التعلم القرائي. في البداية خالص كده، البرنامج لتنمية مهارات القراءة لدى طلبة صعوبات التعلم استنادا لنظرية الذكاءات المتعددة. طيب، الذكاء البصري: أن يقرأ الطالب مقطعا مكونا من حرفين، حرف صحيح زائد حرف علة، حرف متحرك، يعني بنسبة 4 مقاطع من أصل 5 عند إعطائه أي 5 مقاطع مكتوبة على ورقة. الأسلوب التعليمي: يعرض المعلم المقطع بعدة أحجام وعدة ألوان على بطاقات منفصلة مثل بو بي، يقدم كل مقطع مع الكلمات التي يوجد بها منفصلة على بطاقات ملونة، يعني مثلا ب ت ث، والأمثلة هنا طبعا ب في أول الكلمة، ب في نص الكلمة، ب في آخر الكلمة، وهكذا. زي ما انتوا شايفين، حضراتكم شايفين طبعا الحاجات دي المفروض تنقلوها في ورقة. لا، ان شاء الله من غير ما تنقلوها، انا ان شاء الله محضرها ليكم في ملف PDF اسفل الفيديو، في التعليقات اسفل الفيديو او في الوصف زي ما حضراتكم شايفين. هنا طبعا دخل على الضم، بو وتو وسو وجو، هكذا. دخل على الكسر اللي هي بي وتي وسي وجيم، ثم يطلب المعلم من الطالب أن يطابق مجسم المقطع مع المقاطع الموجودة على اللوح الخشبي، زي باب، عندنا هنا حار، رأس، باب، توم، خي، حار، يوم، دين، راس، روس، سين، صار، دود، طين، عام، ثوب، خيط، كأس، كوب، غيم، هام، ثور، عين. طيب، هنا دي فيها بالفتح بالألف، ودي بالضم بالواو، ودي كسر بالياء. طب الذكاء اللغوي: الهدف التعليمي أن يقرأ مقطعا مكونا من حرفين، حرف صحيح زائد حرف علة، زي ما قلنا تا وتو وتي، بنسبة 4 مقاطع مثل من أصل 5 عند إعطائه أي 5 مقاطع مكتوبة على ورقة. يعرض المعلم صورة تبدأ بالمقطع المعني، ثم يعرض اسم الصورة باستخدام البطاقات الملونة مع التركيز على المقطع المقصود. هنا ب وتاج وصار ونار وجاف وحار وخاب. طيب، هنا الحرف الصحيح زائد واو، زي ما احنا خدنا أمثلة، حرف صحيح زائد ياء. طيب، ثم يطلب من الطالب أن يكتب المقاطع التالية: الحرف ب، يبقى يكتبها هنا مرة في ب وتا وسا وجا وحا، زي ما حضراتكم شايفين. الهدف ان هو يفهم ان الحروف دي مع بعضها بتعمل الاصوات دي، مش الهدف. يعني مثلا كلمة جاك دي كلمة مش عربية اساسا، الهدف او ملهاش معنى في اللغة العربية. يعني مثلا جا جاز مثلا،
او حاط او ده كلمة مثلا، كلمات صاص، مش حاجة اسمها صاص في اللغة العربية، او ساس. الهدف ان هو الحروف دي مع بعضها بتعمل الصوت دوت، يعرف ان الحروف مع بعضها بتعمل صوت، والهدف منها برضو ان هو يميز بين الاصوات. ومشكلة الاطفال صعوبات التعلم بيبقى عندهمش تمييز قوي بين الاصوات وبين الحروف، يقول على الحاء خاء ويقول على الخاء حاء وهكذا. فالهدف من الكلام ده ان هو يفهم ان كل حرف ليه صوت. الذكاء الجسمي، الجسم يطلب من المعلم من الطالب ان يصنع بعض المقاطع والكلمات السابقة من حبوب العدس او الارز، ويطلب منه تمرير اصبعه عليها ليعرف طريقة او اتجاه كتابتها ثم يكتبها في دفتره. الذكاء المنطقي يطلب المعلم من الطالب ان يحل الغاز معينة تكون كلمات ومقاطع مختلفة. الذكاء الموسيقي تستخدم الأنشطة والمسجل لكي يتعلم الطالب قراءة المقاطع الصوتية السابقة. الذكاء الذاتي يطلب المعلم من الطالب الجلوس وحده، ويقوم المعلم بتبصيره بقدراته المختلفة ومواطن القوة والمواهب التي لديه، ويطلب منه أن يعزز ذلك ويفكر في نفسه وهو يقرأ الكلمات والمقاطع السابقة. الذكاء الاجتماعي يطلب المعلم من الطالب أن يقرأ المقاطع والكلمات السابقة مع طلبة آخرين. دي هنا الأشكال بتاعة الباء، الأشكال بتاعة التاء وهكذا. هنا ده نص، نقرا النص دوت ونطلع منه الكلمات ونضيف له حرف الألف واللام. عندنا نص تاني اهو برضو نفس الكلمات، كلمات وبنضيف لها ألف ولام، اللام الشمسية واللام القمرية، ما يفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. هدف قراءة كلمات بها تنوين ضم وكسر وكتابتها، برضو الهدف هنا قراءة كلمات بها تنوين، تلوين فتح، تنوين فتح وكتابتها. هدف تحديد الحرف الممدود للحرف المد نطقا وكتابة. هنا اكمل فراغ باسم إشارة مناسب، هذا او هذه او هؤلاء. عندنا برضو هنا تاني تدريب تاني على هدف التدريب على التلوين نطقا وقراءة. عندنا نصوص تانية برضو عليها تدريبات. هيحلل الكلمات إلى حروف على نمط المثال الأول، الطويلة والقصيرة. هنا الألف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، وهي كل الحروف على كده. هنا تدريب الطلبة على تصريف الأفعال في المضارع وفي الماضي وفي الأمر وفي المستقبل. لا، في المضارع والأمر والماضي بس.
هنا التدريب على الجمع المؤنث السالم وقراءة الفتحة التاء المربوطة والمفتوحة. وقراءة فقرة مكونة من جمل والمفرد والجمع، اللام الشمسية واللام القمرية، لو حذفنا حرف من كلمة بيتغير معناها. طريقة ألغاز، ده ترتيب جمل، ترتيب الكلمات اللي تكون منها جمل، ترتيب برضو الكلمات اللي تكون منها جمل، كلمة مرادفة وكلمة مضادها. يعني نضع دايرة حول الكلمة المختلفة. أدوات الاستفهام، حط دايرة على الكلمة اللي فيها مد بالألف ومد بالواو ومد بالياء. أتمنى بان الفيديو يكون عجبكم، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابعوا أي جديد. الإعجاب بالفيديو، مشاركة الفيديو مع أصدقائك، خش غيرك والتعليق أسفل الفيديو لو بكلمة تم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.